يعلمنا الأصول ولا يعرف الفضول. أستاذنا الدكتور عبد الله الخولي صاحب البلاغة، صاحب الفلسفة، صاحب المعلومة الصادقة المستشهد إليها بالقرآن وبأحاديث النبي العدنان. أشكر إلى سيادته، بل أشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة. ولنعود إلى ساحة القرآن وقارئنا الآن حظه من الأسماء شعبان، وكما قال نبينا الكريم لكل امرئ من اسمه نصيب، فحظه من الأسماء شعبان، وما هي إلا 30 من الأيام، يعبر رجب ويأتينا شعبان. فضيلة القارئ الشيخ شعبان محمد إبراهيم يتلو علينا من آيات الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين.
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة إدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وذنبه
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير
كذلك ننجي المؤمنين. وزكريا استجب له استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخير
وهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي وإنا له كاتبون والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم
ربكم فاعبدون. كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فلا كفران لسعيه
أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Yeah.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك المبعدون لا يسمعون حسيسها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين
يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم. هي سورة الأنبياء وفيها لكل نبي دعاء ورجاء، وسبحان من جعل القبول من رب السماء. وإذ بالله عز وجل يكرم المصطفى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما تيسر من سورة الأنبياء المكية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان محمد إبراهيم، شكرنا لفضيلته. وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الوالد الراحل الكريم الحاج
فريد شوقي ابو النصر. نشكر لكل من شرف بالعزاء من اهالي بلقس قدمتها تسيف والسيد النائب سيد بيك حماد، وكل من شرف من اهالي سريعوس والسادة المستشارين والقادة والسادة العمد والمحامين ورجال الاعمال واهل الوادي من كل احياء محافظتي القاهرة والقليوبية، من بجام ومن طي وبهتيم ومسطرد، كذلك كذلك اشكر الى كل من شرف من ابناء مسطرد والقلق والعيد، السيد النائب عبد السلام الخضراوي، السيد المستشار محمود سيف النصر حزب الوفد، السيد المستشار ابراهيم سعيد والحاج سعيد دميل والحاج فرج سيف، كل من شرف وجاءنا بواجب العزاء شكر الله لكم جميعا.